السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة عدوية إسماعيل الخفاجي من مدرسة الديار الابتدائية. حبايبي تلاميذ الصف الأول، نكمل دروس القراءة. وصلنا الدرس 29، الفراش بديع. نلاحظ في هذه الصورة صورة للفراش في الحديقة. الفراش يطير في البستان. الفراش، الفراش يعيش مع الطيور. للطير ريش، للطير عش. حبايبي الحلوين، تابعوا معي قراءة الدرس وكلماته على شكل مقاطع. الفراش، رددوا من بعدي حبايبي الحلوين. الفراش بديع. سرا، سرا ت قولوا، تقولوا. الفراش، الفراش يطير، يطير. في البستان، البستان يعيش، يعيش. ما ع، ما ع. الطيور، الطيور. للطير، للطير. طيري، للطيري. ريشون، ريشون. للطيري، للطيري. عششون، عششون. نقرأ كلمات الدرس على السبورة حبايبي الحلوين، تابعوا ورددوا من بعدي. الفراش بديع، الفراش بديع. سرى تقول، الفراش يطير في البستان. يعيش مع الطيور. للطير ريش، للطير عش. الفراش كلمة من 4 مقاطع. الفراش، ال حرف متحرك وحرف ساكن. الف حرف متحرك، را حرف وحرف مد، شو حرف متحرك. حرفنا الجديد ش مع الضمة، شو ش شو. الفراش، الفراش. بديع،
كلمة من ثلاث مقاطع. ب حرف متحرك، د حرف وحرف مد، عن حرف مع تنوين الضم. بديع، بديع. سرى، سرى. سو حرف متحرك، را حرف وحرف مد. سرى. ت قو لو، ت قو لو، ثلاث مقاطع. ت قو لو، ت حرف متحرك، قو حرف وحرف مد، لو حرف متحرك. تقول، تقول. الفراش، الفراش. ال حرف متحرك وحرف ساكن، ف حرف متحرك، را حرف وحرف مد، شو حرف متحرك، حرف الجديد مع الضمة شو. شو الفراش، الفراش، الفراش. يا طير، يا طير. يا حرف متحرك، طي حرف وحرف مد، رو حرف متحرك. يطير، يطير. في البستاني، أربع مقاطع. البستاني، ال حرف متحرك وحرف ساكن، بس حرف متحرك وحرف ساكن، تا حرف وحرف مد، ني حرف متحرك. نقراها في البستان. ي عي شو، ي عي شو. ي حرف متحرك، عي حرف وحرف مد، شو حرف متحرك. ي عي شو، شو. ي عي شو. يعيش، يعيش. ما ع، ما ع. ما حرف متحرك، ع حرف متحرك. مع الطيور، الطيور، أربع مقاطع. نقرأها مع الطيور، يعني نحذف همزة الوصل لفظا وحذف اللام الشمسية لفظا وفك الحرف المشدد. أط حرف متحرك وحرف ساكن، طو حرف متحرك، يو حرف وحرف مد، ري حرف متحرك. مع الطيور، مع الطيور. لل، للطير، للطير، لط. نا حذف همزة الوصل لفظا وكتابة، حذف الشمسية لفظا وفك الحرف المشدد. للطير، لط حرف متحرك وحرف ساكن، طيب حرف متحرك وحرف ساكن، ري حرف متحرك. هذه أصلها للطيري، للطيري، للطيري. نقرأها للطيري، للطيري. ري
شن ري شن ري حرف وحرف مد، شن حرف وتنوين الضم، شن شن. الحرف الجديد ش مع تنوين الضم نقراها شن ري شن ري شن. للطيري 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 للطيري. عش شن عش شن. بدنا نفك الحرف المشدد ش، نحذف الساكن ونبقي المتحرك ونخلي عليه الشدة مع تنوين الضم. عشن عشن عشن. خلينا الشدة مع تنوين الضم. حرفنا الجديد صوته ش مع الحركة فتحة ش ش ش مع الضمة شو شو مع الكسرة شي شي مع تنوين الضم شن شن مع تنوين الكسر شن شن. نقرأ هاي الكلمة، نلاحظ هنا كسرة، أقرأها في راش فراش فراش، هذه كسرة في راش، الفراش اللي نجلس عليه فراش. إذا خلينا فتحة مثل درسنا مال اليوم نقرأ فراش، هو اللي يطير في البستان فراش. إذا كسرة فراش، إذا فتحة فراش، لازم نفرق بالقراءة. نعم هذه الكلمة. نعم قش قش، وهي الحشائش اليابسة قش قش قش، هذه الكلمة. نعم قرش قرش، سمك القرش قرش. مبروش مبروش كلمة من مقطعين مبروش مبروش. هذا حرفنا الجديد ش في آخر الكلمة مبروش، هذه الكلمة. نعم ماش ماش ماش. حبايبي الحلوين تابعوا معي هذا المقطع ورددوا الكلمات. الفراش بديع Thank you.
قلبي الحلوين، حرفنا الجديد صوته ش، وطريقة كتابته تابعوا معي. نبدي شوي من فوق السطر، كأنه دا أكتب العدد 3. هسه صار عندي يشبه حرف حبايبي. بدلت القلم، نعيد الكتابة، حرفنا ش، طريقة كتابته يشبه العدد 3 من أريد أكتبه. هسه صار يشبه حرف س، بس أخلي عليه 3 نقاط، صار حرفنا الجديد ش. أكتبه مرة ثانية، هذا هسه بدون نقاط هو س، بس إذا أخلي عليه 3 نقاط صار ش. نعم، مع الفتحة. أقرأ ش ش. مع الضمة شو، مع الكسرة شي، مع تنوين الضم شن، مع تنوين الكسر، عفوا نسيت اخلي النقاط شون، مع تنوين الكسر شن، نقرأ كلمات الدرس في الكتاب ونشر بأصابعنا. تنتبهون حبايبي، هذه الكلمة الفراشو، مو تقروا ليها الفراشو، فراشو معناته هناك كسرة وهذا خطأ. نقرأها الفراشو بديع، الفراشو بديع، سرى تقول. هنا أيضا عندي النقاط، نعم شي شي ش شو شي شن شن، هو صوته ش. نعم، نعيد القراءة، الفراش بديع سرى تقول. نا س نا ش، الفرق هي النقاط، هاي س أولية هاي ش آخرية. إن شاء الله الدرس القادم من ناخذ ش الأولية نفس هذه بس عليها نقاط، في درس شامل شرطي نشيط. نعم، سرى تقول الفراش يطير في البستان، في البستان، هاي عندي همزة وصل، الفراش يطير في البستان، يعيش مع الطيور، هنا أيضا همزة وصل، أقراها مع الطيور، مع الطيور، يعيش مع الطيور، للطير ريش، للطير عش، ش آخرية، ش آخرية، عندي هذه ش آخرية إذا متصلة
هيكون قبلها حرف وهي نكتبها بهالشكل، شكلها ما يختلف. نعم هاي ش آخرية متصلة مع الحرف اللي قبلها. حبايبي الحلوين، إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، نلتقي إن شاء الله بدروس قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.